مرحبا في فيديو جديد على قناتكم شوشو شانيل. كيف توما؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. صراحه جاتني غريبه شويه كنصور وكنضحك جاني راسي في شكل. المهم شحال ما صورت شي فيديو. المهم اليوم رجعت لكم واحد الكلاب ديال الفروسيه كما كتشوفوا هنايا مورايا. العيال كيتعلموا ليكيتاسيون ديكشي. غنعطيكم لي ديتاي ليه كاملين قريب للرباط سلاو ديكشي. غنعطيكم لي ديتاي ليه كاملين فين جا شنو فيه الاثمنه ديالو وكلشي. خليكم معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. واحد لو بالنسبه لا بوزيسيون او لا لوكاليزاسيون بالضبط غنحط لكم لو ليان في بار دافو وحتى النعت ديال الطريق غنخليه لكم في الاخر الفيديو باش ما تجيكمش لا فيديو طويله. اللي بغى يشوف كاين اللي كيعتمدنيش على لوكاليزاسيون وكاين اللي كيبغي يشوف الطريق النعت ديال الطريق غنخليها لكم في الاخر ديال لا فيديو كما متعوده دائما كنعمل لكم. خليكم على الفيديو. مشو شو بالنسبه للدخله هي هذه. راه هي كتبان لكم بلاكه ليمونيه من لهيه. هاد البلاكه هذه ها هي هنا فيها كلوب اغوزول كتكون مكتوبه فيها. ها الطريق معوطه حتى للداخل كتشوفوا. ها هي الطريق فيها زفت ماشي زعما واو ولكن معوطه ماشي ما كتزدحوا ما والو. كتلقاو هاد البلاكه هذه مكتوبه نادي اغوزول للفروسيه. ها هو الدخله ديالو هي هذه. فيه الباركينغ لداخل هيدا كندخلوا. كاينه على اليمين دي ابلوط على الشمال على اليمين كاين الهيه فين كاين الخايل وديك الشيء الحلبه ديال هذا. وهنايا على الشمال عندكم هنايا الحيوانات كاين خريفات جوجات شفتوا بيبي راه هو لداخل. فوالا ما كيبانش مزيان حيت عندي هنا الشبكه ماشي نوره تما بيبي دجاج البط خرفان. فوالا لا بيسين كاينه من هذيك الجهه حتى غندخلوا نوريها لكم. هنايا كاين باركينغ ومن هاد الجهه هادي على اليمين كاين هاد ليسباس هذا. عجبني بزاف لان فيه هنايا فين تقدروا تجلسوا اللي بغى يجلس هيدا تحت الشجار وديك الشيء. وكاين حتى ومقابل حتى مع البلايص فين يقدروا مثلا ديال جبت ولادكم يعملوا شويه ديال ليكيتاسيون وهذا تقدروا تشوفوهم من هنا. راه هو الخيل لهيه. هنا كاين هذا الكايس هذا وتحت الشجر شفتوا الجليسه تحت الشجر كيفاش عاملين. اللي بغى بلايص اخرين راه كاينين لداخل انا غنوريهم لكم في لا فيديو. شوفوا هنايا مزيونه هذه عجبتني. فوالا عجبوني هادو اللي فيهم هاد الطبلات بالحديد وبالزليج مغربي. فوالا شفتوا كاينين هادو بلي باليت معوطين اللي بغى يجلس. هنايا ما نقربش بزاف لان الناس جالسين. هانتوما كتشوفوا انا نقرب ونوريهم لكم. شوف واحد القطيوات شوف 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 زين تخافش تخافش كراميلو كيجبر كراميلو كيخاف ما تحركش حداه بزاف. غيهرب 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 شفتي قلتها لك خليته يجلس مرتاح مريع دم مولفش الناس يمكن بزاف الباغا من قصو هنايا اولا هذيك اللي فيها الشمس. المهم ها هنايا فين انا غنمشي نجيب الدوره من لهيه باش نوريكم كل شيء عن قرب. فوالا هنايا كاين الباركينغ لهيه. كاين هاد البلاصه فيها التبن حاطينها واحد لاسباس خضر هيدا. وهنايا ما عرفتش واش شنو هادي نافوره يمكن ولا بيسين. لا ماشي بيسين بحال نافوره لان فيها واحد فحال التسويقيه ماشي هيدا. ها هي كيتعلموا انا سبحان الله البونيات كيعجبوني شي بزاف كيعجبوني الاصيل احسن كيجوني مشخصين. البونيات كيجوني الله يسمح عليا عندي بحال شي استيد الالعاب استيتوانيه مسكين الزوين القصيصه ديرونجيك في عينك زولالو زولالو على عينو هايدك
شكرا لك. انتي اللي معصب. جيتي ماشي زين زين زين. قصيصة عندك والو غضبان. الله 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 الله. تعصبشي هيا شنو يدي يمك اختي يجي عند اختي ياكل يدي. عطلي يدي هاك يلا. مالكم ضغلي يدي؟ شوف الزقالي والله الا بالزقالي. شنو زعير هذاك؟ هذه مزيان. خصك تقرب خصك تقرب. هي ها هي خصك تشمشم خصهم يقربوا. شنو كتبقى بعيد هو كيجيب عندي راك عندك راسه سبحان الله. هاي هاي واش هاي شوف الشعر ما شاء الله. شعر كثير وزين. هنايا الفي من هاد لافيروندا هادي كاينه لابيسين كاين لاسباس تما على برا اللي بغا يجلس كاينه هاد الجهه وهاد الجهه هادي. نوريكم هاد الفيروندا هادي شنو فيها. ها هي جايه مغطيه فيها كاينه هادي فيها الصالونات فين يجلس الواحد وكاينه هادي. ها هي شو نحط الساك ديالي زعما راه كيصف دارنا. الو الو الدجاج كيدور الطوموبيل سير جيبو. القطوط الدجاج الحالة بنادم يقدر هنا يجلس. ومن الجهة الأخرى فين كيبان لكم هاد الضو فين دايز هاد الولد هذا قبلتنا نيشان تما فين كاين ليزيتابل أو باركينغ. ها هو ليسباس. نوريكم هاد الفيروندا هادي من التحت كيفاش عاملة من الداخل بلوتو. فوالا هاهي عرفتو جاتني في شكل نصور شحال ما صورت شي حاجة جاتني غريبة جاني راسي في شكل. هاد لابيسين خاصها شويه ديال لونتروتيان مي دابا الشتوا ماشي مشكل. الله يسفين يجلس الواحد اللي بغا يجلس في الشمس. هنا ابارامون عندهم اون سال يا اما دو كونفيرونس يا اما د الحفلات. راه كاين تا ديك لاسباس راه هو بالنسبه لي فامي اللي كيجيو مجموعين ها هما شتوهم راه تما الصالون بلدي وداكشي بحال هادوك اللي وريتكم الحين. كاين هادي هادي ابارامون يا اما قاعد الحفلات يا اما المهم تقدروا تنظموا فيها لي زيفيلمون ديالكم. غنعمل لكم ان بتي تور تشوفوها. هاي هنا مجموعه اكيد نطفو فيها الناس ولكن المهم غير نوريكم كاين بلاصه فين كاين الجو. المهم تقدر كنظن تقدر تصلح الحفلات الكونفرنس مثلا طوابل. ها نتوما كتشوفوا كيفاش عامله من الفوق. فوالا كاينه هذه ابارامون المتعه الصلاه. وي لي سانيتير هما لي في سي باركينغ راه هو. وهذه المطعه الصلاه باينه بنت لي مفرشه فيها الزرابي. افكتيفمون المطعه الصلاه هي العبايه الصلاه السجادات وداكشي. وهنا المطعه اللي قلت لكم زعما اللي جات مثلا شي عائله كبيره وبغاو ياخذوا راحتهم في هذا كيجلسوا هنايا في هذاك الشيء صالون مغربي جلسوا ياكلوا كدا. كاينه حتى الكوان هذا مثلا العيال عرفتوا العائلات اللي كيكونوا كبارين كيخرجوا كاملين بهم مجموعين يقدروا هنا يمكن البروبريتي بريفي هادي ابارامون. المهم هذا هو لاسباس راه لابيسين فين كنا الحين. بالنسبه للمنيو ها هو عملوا بوز في كل بارتي وشوفوا كما العاده على خاطركم لي بخي ديال كل حاجه تاكوس بانيني لي ساندويتش لي برجر لي بيتزا باستيتشو
ها هما لي بخي ديالهم، نتمنى يكون واضح. ومن هاد الجهه كاينين لي بلا، هيدا كاين لي طاجين، ها هما لي بخي ديالهم، الصغير 60، مويه 100، 150، صفاك، سكسو، طريد، المشاوي، تحليات، أولا لا ديسير، ها هما. عملوا بوز في كل بارتي راكم عارفين، وخذوا لي بري اذا بغيتوا. واحد لافو بغيت نزيدها لكم هو بخصوص لي زوغيغ، كيخدموا شاك جوغ، كل نهار كيخدموا من 9 الصباح حتى العشيه، حتى الليل، حتى كيمشيو الناس، وما كيتعطوش بزاف بالليل طبعا. الا جيتو مثلا هيدا مرض 8 ولا كذا ما كتجبروش. بالنسبه لي كور ديال ليكيتاسيون صراحه ما عنديش فكره على لي بري، غنخلي لكم نيميرو التليفون ا كونتاكتي، لان لا بيرسون هنايا السيد اللي مكلف ما جبرتوش. كل شهر 200 درهم لاسيورونس العام. ولو عندك 4 حصص كل شهر، يعني حصه في السيمانه. حصه في السيمانه شحال في هذا الوقت؟ ساعة المكان. ساعة المكان، غنعاودو 200 درهم بالعام لاسيورونس. 500 درهم باغ موا. فيها 4 حصص في. يعني حصه في السيمانه. حصه في السيمانه، اها، فيها شحال الوقت خوتي؟ ساعة. ساعة. مزيان. والمدة شحال زعما كيأفونسي؟ دي بيطونتي ما كتركبوش. لا. كنركبوها هادي ماشي ديال تيكون مساعره فاسحه راه ماشي سهله صح ياك وهاد لو تاريف هذا بالنسبه للكبارين والصغارين صافي سي بون ما كاينش فرق ما بين الكبار والصغار صافي سي بون صافي سي بون ربي يخليك اسيدي شكرا بزاف مي شوشو دابا غنكون وصلنا لاخر الفيديو نتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم وخليوا لي كومونتير عافاكم شجعوني باش نبقى نحط لكم دي فيديو وغنخليكم دابا مع لا لوكاليزاسيون اولا النعت بالضبط اللي بغى لا لوكاليزاسيون كما قلت لكم غتلقاوها لتحت في لابار دانفو سينو دخلوا غير الجي بي اس كتبوا كلوب اكستر اغوزول سهول وغتجبروه نقول لكم السلام عليكم على بروشين فيديو في امان الله باي باي الوغ مي شوشو بالنسبه للبلاصه فين جات بالضبط ها هي البلاكه غتبان لكم اغو ادروات ديالنا في الليموني مكتوب فيها كلوب اغوزول وافتح الدوره اللي نفتح المهم هنا حنا دابا راجعين نتوما الطريقه تعملوها بالعكس هنا بحال اللي طالعين للتكنوبوليس بالضبط ديك الهبطه اللي كتهبط للبراج هي هادي غتجيو بحال اتجاه فين ماشي هيدا كما كيبان لكم الكاميون ماشي قبالتنا غتجيو قبالتي العكس ديال الطريق فين انا ماشيه الرون بوين ديال تكنوبوليس غتخليوه وغتهبطوا لتحت واحد الهبطه سميتها بحيره السد الهبطه اللي سميتها بحيره السد غتهبطوا معها نيشان غتلقاو الكلوب على اللي صار ديالكم فوالا هادشي اللي كنتمنى ان هذا تكون واضحه سينو لي تلف ولا شي حاجه راه غتعملوا غير مالك شبر لي هذا هيدا كيهود لي هيداك باش برا غتعملوا غير جي بي اس وصافي غتكتبوا كلوب اكوزول وغتطلع لكم راه هي هنايا نتوما غتشوفوا الرون بوين اللي كيهبط لتكنوبوليس غتجيو العكس ديالو ها هي البلاكه قبلتنا غتبان لكم دابا ملي غنقربوا لها هذا رون بوين كيجي من سلا كيجي بسلا جديده وكيدي لوطوروت ديال طنجه وكيدي للرباط وسلا جديده وداك الشيء وكيدي لتكنوبوليس نتوما غتجيو هنايا لهاد البلاكه اللي مكتوب فيها بحيره السد فهمتوا كيفاش بحال اللي هابطين للبراج اولا بحال اللي هابطين شنو اسمها هذيك الزرقاء ميزون بلو بحال اللي هابطين لا ميزون بلو بالنسبه للناس اللي كيعرفوها بحال اللي هابطين للبراج غتلقاوها على اللي صار ديالكم نتمنى ان كلشي يكون واضح سينو تبعوا لوكاليزاسيون